السلام عليكم الناس الزوينين، كي دايرين؟ لاباس عليكم. العائله ديال سميه، العائله ديالي الفنه، العائله ديالي اللي كنحماق عليكم، العائله ديالي كنحماق ملي كنحط شي فيديو كنلقى شي تعليق زوين بحالكم. لهلا خداكم عليا، اقسم بالله ربي شاهد عليا، الا كنحسبكم دابا عائلتي مهما كتدخلوا تفرجوا لي وتخليوا لي تعليق الا بغيتوني نزيد القدام، وغادي نزيد القدام بالجهد ديالكم وبالجهد ديال الله الا بغى الله ان شاء الله يا ربي. لهلا خديكم على العائله الزوينه، لهلا خديكم عليا وانتم وخواتاتي والوالده ديالي وكلشي كلشي وراجلي وليداتي، لهلا خديكم عليا. انا كنقول على الناس الزوينين ماشي كنقول الناس الخايبين، كاينين شي ناس كيحطوا لي ديزلايك كنقول لهم شكرا 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 بزاف، لهلا خطيكم راكم ما كتسوا ما كتصلحوا لكم، كنتوا كتسوا عندكم اصل ما تحطوا ليش الديزلايك، وانا كنعرف شكون اللي كيحط لي الديزلايك. كنقول لكم التحيه ديالكم، وانا في الوجه ديال المشاهدين وفي الوجه ديال الناس الزوينين اللي اتصلوا بيا وقالوا لي ما تخسريش هضرتك مع هذوك اللي ما كيسواش على داك الشيء. مال كل ماشي الناس اللي كيقولوا لي سميه شنو كل وريت لكم، ولكن ماشي مشكل. انا اللي غتحطوا لي ديزلايك، انا غير مره بسيطه بغا نخدم على وليداتي، واللي بغاني يجي يطلع عليا واللي قريب للناظور يجي مرحبا به ويجي يشوف اختي سميه، والله اللي قبل عليا انا الطلب ديال رجليه. والهلا يخطيكم، والله يجعل ربي يكبر بكم الحبابة الناس الزوينين، الهلا يخطيكم والله العظيم. شحال ما نشكر فيكم قليل، شحال ما نشكر فيكم. مهم بوسه ديالكم كاملين اللي كيبغوني، تحيه لكم كاملين. اليوم مشيت للخدمه، اليوم الثلاث مشيت للخدمه، مشيت انا وياسين. ياسين ما قاريش ثلاث ولصق فيا ماما مشي معاك، قلت لي زيد اوليدي والله العظيم ما بغيتش نديه، قلت لي زيد. مشى بقى جالس فوق الكرسي كيلعب في التليفون، انا نقول له ياسين دير شي فيديو، ويطلق لي فيديو صافي. قلت والله حتى نحطو نشاركو مع الحباب مع الناس الزوينين اللي كيقبلوا عليا كيما انا. وهنايا دوزت الجفاف وجففت هكا منا وفات الصاله هذيك كيجلسوا فيها العيالات، وجففت شطبت الدروج وجففتهم، يعني يوميا هذه هي الطريقه ديالي. ولهلا خديكم الحباب، يعني ما شاركتش معكم كلشي غير لقطات وصافي. ولهلا خديكم الحباب الناس الزوينين، شحال ما نشكر فيكم اقسم بالله. الا ملي كنحط شي فيديو كنلقى التعاليق زوينه، والله الا كيهبطوا لي الدموع بالفرحه. علاش؟ كتحسي براسك الناس كتبغيك، كتحسي براسك مهم. واخا انا يبغيني غير واحد جوج بارك عليا والله العظيم. والهلا يخطيكم، وبالدعوات ديالكم وبالتعليقات ديالكم الزوينه وبالدعم ديالكم غنزيد القدام وغنخدم على وليداتي. والا بغى الله غادي تشوفوا هاد القناه ان شاء الله، فين غادي الا بغى الله غادي تشوفوا هاد القناه غادي تزيد القدام. وشتو ما تسمحوا لي لا دنيا الاخره، شتو الا كان شي طرف الخبز غير صغير والله ما ناكلو بوحدي، تناكلو انا وخويا المسلم، انا ما عنديش ناكلو انا وخويا المسلم، سمعتوا؟ نشوف اللي ما عندوش ونقسم انا ويا داك الطريف ديال الخبز وناكلوه. وربي شاهد عليا، والناس اللي كيعرفوني عارفين هاد القضيه فيا، والوالي المهم اي واحد اللي كيعرفني عارف هاد القضيه فيا، انا ماشي انا هكذا اللي يالله. والحمد لله الحمد لله، ربي دابا يعطيني ان شاء الله تانا ونكبر هاد الوليدات غير شويه، يعني تاني يديروا داك يعني اللي يحتاجوها يلقاوها، ياكلوا اللي بغاو، فهمتي؟ بزاف ديال الحوايج، واللي بحالي راه عارف بلا ما نشرح ليكم. والله يفرحكم الناس الزوينين الناس الفنانين، الهلا يخطيكم عليا الحباب. صافي خليكم مع الفيديو، الا قبلتوا عليا فيديو بسيط دوزت جفاف منا ومنا، والهلا يخطيكم. يلا خوتي خليتكم على خير، حتى الفيديو جاي ان شاء الله يا ربي، وغادي نعجبكم في واحد المقلب زوين في السيسامير. دابا غنتقعدوا غنتقعدوا للقناة إن شاء الله يا ربي. يلا حبايبي خليتكم على خير.